اسمي جونير، وعندي عندي سبع جونير. ايه الاول؟ جونير جوج، وعندي 7 سنين، وانا بحب التالتة النوع عشان هي كانت تقف معايا في النادي. يا حبيبتي. طيب جونير التانية بقى دي المايك. انا اسمي جونير. علي صوتك شوية يا جونير. انا اسمي جونير. عندي جونير ايه؟ جونير وائل نبيل. عندي 8. عندك كم سنة؟ 8. 8 سنين. تمام. وفي مدرسة نوتردام. بتلعبي ايه في الأكاديمية؟ جمباز. جمباز؟ وجونير كنت بتلعبي ايه؟ جمباز برضو؟ طيب يلا ادي بقى المايك، عرفيني بنفسك يلا. انا رانسي امير. رانسي بتلعبي ايه؟ جمباز. عندك كم سنة؟ 5 سنين. في مدرسة ايه؟ في حضانة. في حضانة؟ طيب جميل. قولي لي بقى كده، ادي المايك لجونير. جونير قولي لي، انت اخترتي اللعبة ازاي، ولا بابا وماما هما اللي اختاروا لك اللعبة؟ لا، بابا وماما اختاروني اللعبة. من كم سنة؟ من كم سنة؟ بتدربي ليكي قد ايه يعني؟ سنة؟ دخلتي بطولات بقى وعملتي انجازات في الاكاديمية؟ انقلت مع شريف وبس كده. وبطولة؟ وبطولة. طلعت بطولة. قولي لي، عايزة تقولي ايه لبابا وماما؟ انا عايزة اقول لهم ربنا يحميكم ليا، عشان انتوا كنتوا واقفين معايا، وانتوا كنتوا شجعوني اكتر، واكتر الناس اللي كانوا شجعوني. يا حبيب. طيب بصي، هم قالوا لي بقى ان جونير عندها كلام كتير قوي عايزه تقوله، يلا قولي. انا نفسي اقعد زي تات النوع، عايزه تبقى زي كابتن. زي كابتن. هي بتحبني قوي وانا بحبها قوي. البنات الشاطره جدا اللي تستحمل في نفسها، عارفه لما انت مش متخيله يعني ايه مرونه حوض بنعملها للبنت. ستريتش الحوض ده بيبقى مؤلم جدا. ايوه، مفيش يعني دمعه بتنزل، تكتم في نفسها قوي. وملتزمه جدا، سواء هي ولا مامتها. رغم ان المكان بالنسبه لهم بعيد قوي، لكن ملتزمين. في حفله معايا، في بطولات معايا. هي بتقول لك انا طلعت مع شريف، كانت معايا من شهرين في حلقه مع الاعلامي شريف مدكور، طلعت قدمت عروض كتيره. تركيزها عالي، بقت تعرف تعمل جمل، تحفظ جمله كامله. حفظت جملتين كبار وقدمتهم، كانت جميله في العروض، رغم انها كانت مبتدئه يعني ما كانش ليها مثلا 3 شهور. فمن البنات الحلوين قوي، الشاطرين قوي قوي جونير. جميل. طيب جونير بقى التانية بقى، جونير وائل. لا ده دي بقى دي اردت. دي تيجي متقدره وماشيه متقدره، ولازم احيلها بالبونبوني علشان تيجي التمرينه. ايه ده؟ صح؟ مع انه اختك سفروته بس شاطره. قولي لي يا جونير، ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ صحيح بتروحي التمرين مش عايزه تروحي؟ ليه؟ مش انت بتختاري اللعبه اللي بتحبيها؟ طب امال ايه؟ كنت في الاول. لا قربي المايك كده وقولي لي. عشان انا كنت في الاول مش عارفه، بعدين خلاص اتعودت. ايوه، هي بقت شاطره. مش عارفه عن اللعبه يعني، مش عارفه ان هي كانت صعبه كده. طب انت ما اخترتيش ليه لعبه تانية؟ لا، عشان انا بحب الجمباز. انت بتحبي الجمباز. وبابا وماما عاملين ايه بقى، وحاسين بايه وانت بنتهم كده بتتدرب وشاطره في الجمباز؟ مبسوطين. رانسي قولي لي، انت مين اللي اختار لك الجمباز؟ ماما وبابا. ماما وبابا. وحاسه بايه؟ لا، نشيطه. نشيطه؟ مبسوطه انك بتلعبي جمباز؟ تحبي تقولي ايه لزمايلك، ان هم او للبنات اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، ان هم قولي لهم الجمباز حلو ازاي؟ ان هم يلعبوا وشاطرين. ويبقوا شاطرين؟ يبقوا شاطرين زي رانسي كده؟ تمام. شكرا يا رانسي. شكرا يا جونير. شكرا يا جونير، نورتونا، وان شاء الله كده تحققوا بطولات كتيره وحلوه جدا.